السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بكل خير. معاكم إيادة بناجة، استشارية الأمراض النفسية ومعالجة نفسية. هنتكلم اليوم أو نتكلم الليلة عن موضوع الغضب، كيف نتعامل معه، هدئ أعصابك. طبعا الغضب الفترة الحالية هو مكتسح الأسواق، في من نوعية المشاعر اللي هي مكتسحة السوق تماما، هي نوع من المشاعر الغالبة في جميع الأشياء، هي البطل الأوحد في الفترة الحالية. إيش تعريف الغضب؟ علشان نعالج الغضب محتاجين إنه إحنا نفهم معنى كلمة الغضب، أي نوع من أنواع المشاعر، وعلشان نقدر نفهم أنفسنا وبالتالي نقدر نعالجها. إحنا دائما نقول باللغة العامية الإنسان هذا عصبي أكثر من كلمة غضب، وهو طبعا معنى ثاني لكلمة الغضب. الغضب يعتبر من نوع من أنواع المشاعر اللي تعتبر أساسية ومهمة بالنسبة لنا، لكن أحيانا تنقلب وتصبح شيء مدمر بالنسبة لنا، تصبح مشاعر مؤذية بدل ما هي تكون مشاعر أساسية مهمة. في تقسيم المشاعر والإيموشن عموما، ما نقدر نقول إنه والله هذه مشاعر صحيحة وهذه مشاعر غير صحيحة. اللي نقدر نقوله هل هذه المشاعر أدابتت مظبوطة علينا ولا مش مظبوطة، أفضل من إحنا نسميها مشاعر صح ولا غلط. بمعنى ناس كثيرة تعتبر أن السعادة مشاعر إيجابية، لكن هل لو حصل موضوع سيء أو خبر مؤذي بالنسبة للإنسان أو وفاة شخص أو فقدان شخص، والشخص كانت ردة فعله هي السعادة، هل تعتبر هذه مشاعر إيجابية؟ لا. فإذا المشاعر عادة لها علاقة تماما بردة الفعل، وهل هي ردة الفعل هذه متناسبة مع الحدث أم لا، وهل هي مستمرة ولا لا. يعني لما الإنسان يكون عنده غضب لشيء مقبول اجتماعيا أنه هو يؤدي إلى الغضب هنقبل، لكن لما يصير مستمر ودائم هنا حتكون المشكلة. في كلمة عبارة يعني جميلة عجبتني، يقول لك أنه anger is one letter short of danger، يعني لو حطينا حرف الدي على الانجر صارت كلمة danger. فالغضب مشكلته بالرغم انه زي ما قلنا هو من المشاعر الاساسيه، مع ذلك ممكن يتحول الى خطوره شديده. كيف؟ لما we act upon our feeling، يعني حينما نتصرف على اساس هذه النوعيه من المشاعر. او خطا هي هل هي زياده عن اللزوم او ليست زائده عن اللزوم. خلينا ناخذ مثال. في فيلم جميل جدا اسمه انسايد اوت، ما اعرف اذا احد منكم شافه ولا لا. هذا الفيلم عادة الناس ما يحبوا يتفرجوا عليه لأنه يفتكروه فيلم كرتون. عبارة عن إيش؟ عبارة عن يعني داخل رأس بنت صغيرة المشاعر عاملينها زي العرايس. الأطفال يحبوه لأنه ملون، لكن في الحقيقة الفيلم مكتوب بطريقة علمية نفسية عصبية صح جدا، وحاطط المشاعر المختلفة بألوان مختلفة. وكانت السعادة اللي هي إحنا دائما نعتبرها أجمل المشاعر كانت هي المترأسة على الموضوع، ولكن ما كانت هذا الحل. ليه؟ لأنه البنت هذه الصغيرة مرت على عدة مشاكل اجتماعية وكانت ردة فعلها الوحيدة في المشاعر هي السعادة. أخفت الغضب، أخفت الحزن، أخفت الخوف، القرف، الاشمئزاز، كل المشاعر كسحتها وخلت السعادة هي الموجودة. هنلاقي مع استمرارية الفيلم إنه البنت هذه تبدأ تتدمر، تتدمر شخصيتها، تتدمر العلاقات الاجتماعية اللي هي بتقوم بها، تتدمر حتى علاقتها بأمها وأبوها. ليه؟ لأنها نزلت واحدة أو عدة مشاعر أساسية موجودة عندنا. فإذا الغضب مشاعر مهمة لكن ما نبغاها تزيد عن اللزوم. حلو الكلام؟ طيب أي نوع من أنواع المشاعر هو عبارة عن ضلع من مثلث متساوي الأضلاع؟ يعني ما في مشاعر ماشية لحالها كده، في مشاعر، في أفكار، وفي تصرفات بسبب المشاعر والأفكار اللي عندنا دي. علشان كده دائما نظرية العلاج السلوكي المعرفي تقوم على هذا المثلث اللي هو مشاعر، تصرفات، وأفكار. فعادة أي إنسان غضبان عنده أفكار معينة وبيتصرف على أساس هذه الأفكار وهذه المشاعر. لكن ماذا يحدث لو انتقلت فكرة المشاعر إلى تصرفات مباشرة؟ يعني أنا غضبت، رحت كسرت الأشياء اللي أمامي، غضبت اتخانقت مع أقرب إنسان لي. إذا مشاعر، تصرفات، ما خليتها تعبر من ناحية الإيش؟ من ناحية الأفكار، يعني ما فكرت قبل ما أتصرف.
هنا حينتقل موضوع الغضب إلى مرحلة أقوى وأسوأ اللي نسميها مرحلة الانفعالية والاندفاعية، وهنا حنوصل للمرحلة اللي نسميها الأنجر، انقلب إلى دينجر. ليش ننقبح؟ إيش اللي خلينا نوصل لمرحلة الغضب؟ الغضب بالرغم إنه مشاعر أساسية، لكنها عادة تكون ثانوية لمشاعر أخرى. كيف يعني؟ يعني قد تكون بسبب غيرة، ممكن تكون بسبب حزن، ممكن تكون بسبب قلق، ممكن تكون بسبب توتر، شعور بالإحراج، شعور بالخجل، شعور بالخوف. فالناس ما تعرف تعبر عن هذه المشاعر إلا بطريقة اللي هي المشاعر الثانوية، الغضب. وأحيانا ما تكون في مشاعر أولية، تكون الغضب هو المشاعر الأولى لأفكار سلبية ما، زي اللي هي دي علاقة بأنه إحنا ما نعرف نتواصل مع الآخرين، نفهم الآخرين بطريقة خطأ، نفهم الآخرين بطريقة اضطهادية، فبالتالي ينتقل الموضوع إلى غضب. وفي غضب أولي تماما تماما اللي هو العلاقات الصحية بالجينات، إن الناس في بعض العوائل أو ناس اللي في الوراثة نلاقيهم نوعا ما نسميهم ناس حارين وغضبين. من أهم أسباب الغضب اللي إحنا فعلا تتعبنا إنه إحنا نكون متوقعين شيء والشيء هذا ما يحصل. خلينا ناخذ مثال. لو إحنا قاعدين نركب حاجة في البيت، أثاث، أو خلينا حتى نركب لعبة من الألعاب، متوقعين إنه بعد ساعة نخلص اللعبة هذه ونركبها. لو قعدنا خلال الساعة هذه كل ما نركبها تخرب، كل ما نركبها تتأذى، كل ما نركبها ما تتركب، وأخذنا أكثر من الساعة دي، هنشعر بالغضب. هتلاقي أخذنا اللعبة هذه ورميناها. فإذا أكبر شيء يؤدي إلى الغضب اللي هو عدم تحقيق ما نصبو إليه أو ما نتمناه. احنا متوقعين شيء وما بيصير، فبالتالي على طول تكون ردة الفعل غضب. ايش الاحداث، خلينا نقول مش الاسباب، ايش الاحداث اللي تخلي الانسان اكثر حساسية واكثر تعرض للغضب؟ الاهم سبب هو فقدان انسان عزيز، والفقدان عادة مو لازم يكون فقدان اللي هو بالوفاة. الحرمان، الشوق، اللي هو بعد الأشخاص، الناس اللي نحبهم عننا، هذا ممكن بحد ذاته يخلي الإنسان سريع الاستثارة وسريع الغضب. فإذا أهم نوع من أنواع الغضب هو يكون متسبب بفقدان شخص عزيز، أو فقدان وظيفة، أو فقدان حاجة إحنا بنحبها، أو فقدان مكان إحنا نعزه. الوضع الاقتصادي الصعب هذا يخلي الإنسان على طول حاسس بغضب وعصبية. المرض الصحي، سواء الإنسان مصاب بمرض أو إنه متوقع إنه يكون عنده مرض. فلذلك ليش أنا قاعدة أقول إنه الغضب هو البطل في قصة حياتنا الفترة هذه، وليش قاعدين نقول إنه هو مكتسح السوق في سوق المشاعر؟ لأنه الآن في وضعنا مع أزمة كورونا إحنا بنعاني من جميع هذه الأشياء: فقدان الأشخاص الأعزاء علينا، فقدان الوظائف، الوضع الاقتصادي الصعب، احساسنا بالمرض، سواء ناس احنا بنحبهم عندهم مرض او متوقعين احنا انه ممكن لا سمح الله نصاب بالامراض. الالم عاده برضو كمان يؤدي الى شعور دائم بالغضب. بعض الادويه واعراضها الجانبيه قد تؤدي الى الغضب، ما في كلام، المخدرات، الكحول، الدخان برضو يؤدي الى الغضب. الشعور بالضبط من اكبر المسببات للانسان يشعر بغضب لما يحس انه هو مظلوم. في أسباب يومية إحنا نشوف أنها تافهة، يعني غريب هذا الشخص بالسبب البسيط هذا ممكن يشعر بالغضب، لكنه حقيقة ما هو أسباب بسيطة. زي الجوع، لما الإنسان يكون جوعان ترى يغضب ويصير عصبي جدا. لما يكون في عندك قلة نوم برضه كمان هذا ممكن يؤدي إلى الغضب. الزحام المروري اللي إحنا حاجة بنمر عليها يوميا في حياتنا اللي هو الزحام المروري، هذا على طول يخلينا نشعر بالغضب. لو احد اذاك في السوق او في الشارع، غلط عليك، تعرض لك، انت حسيت بالجرح، هذا كله يسبب غضب. برضو من الاشياء اللي احنا بنمر عليها يوميا اللي هي طلبات الديدلاينز. يمكن اللي بيتابعوني ليهم وظائف او في مدارس او في جامعات او كلمة ديدلاين بحد ذاتها جدا مزعجة. عشان كده انا دائما في العلاج دائما ما اسميها ديدلاين، اسميها ذا ستارت ديت، التغيير حتى يريحك. نهايه اليوم الاخير، هذه مره مزعجه، هذه تخلي الانسان دائم متوتر. الفشل، الرسوب، التعرض لسرقه، في اشياء يوميا احنا بنتعرض لها في الحياه تخلي نسبه الغضب ترتفع.
هل الغضب كله نوع واحد؟ حقيقة لا، الغضب أنواع مختلفة، وهذا اللي يتعب الناس، إن الناس يفتكروا إن الغضب لازم يجي على صورة إنه واحد بيصرخ، واحد بيشتم، واحد بيضرب، والحقيقة مش كده. الغضب أنواع مختلفة، الغضب الفعلي اللي هو الضرب والزعيق والتكسير، هذا معروف ونسميه الغضب الفعلي، لكن في غضب آخر نسميه الغضب اللفظي، اللي هو الإنسان اللي يتلفظ بالكلمات، برضه هذا معروف. في الغضب المسالم، طبعا ما سمعت عنه قبل كده، والشخص للأسف لا يعترف أنه غضبان. الغضب المسالم هو للشخصيات اللي احنا نسميهم passive aggressive، والمعلومية هذول من أصعب الناس التعامل معهم، لأنهم هم غضبانين من الداخل ومش طايقين الشخص اللي أمامهم، لكن ما بيوجهوا الغضب بطريقة سليمة أو دايركت. عادة بيستخدموا أساليب ملتوي عشان يضروا الشخص اللي أمامه، بنظرة، بحركة، بتأخيرهم مثلا في حاجة هم يبغوها يأخرونهم إياها. ما حد يقدر يلومهم، ما حد ينتبه إن هم غضبانين، لكنهم مزعجين بطريقة اللي هو الإيش، الباسيف أجريسيف. هذا نوع. في نوع اللي هو الغضب الهادم بالذات، اللي يحول كل غضبه على نفسه. وفي نوعين من هذا الغضب، في الغضب اللي هو اللي هو هادم بالذات، انه يخبط في ايديه، يخبط راسه لما يعصب، يحاول ينتحر، يحاول يأذي نفسه بمشرط بغيره، ياخذ ادويه، هذا واضح. في نوع ثاني من هادم بالذات ما هم بين، زي اللي هم مين، زي اللي مثلا لما يعصب يروح ياكل، حتى لو عارف انه ده مثلا يزود له وزنه، واذا كان عنده سكري ممكن يأذيه، ما عنده مشكله، لكنه يهدد في ذاته. ممكن انه حتى مثلا في وظيفته ما يعمل الشيء اللي هو ممكن يخليه يترقى، بس علشان يفك عن غضبه، فبالتالي هو بيهدم في ذاته. هذا نوع، وهذا من انواع المزعجه والصعبه على الشخص. في الغضب المزمن اللي هو كرونيك، اللي طول الوقت غضبان على طول معصب، خلينا نقول شيء ثاني كأنه نكدي، أي حاجة يشوفها في محيطه يدور على الشيء اللي يضايقه ويعصب عليه، هو في مطعم في موسيقى حلوة والأكل لذيذ والحياة حلوة، لكن هو دور على حاجة بس، الأكل ناقص ملح، خلاص صارت اليوم كله سيء بالنسبة له. هذا الغضب المزمن، وهذا برضه كمان يعني مشكلته إنه عادة يكون جيناتيك، وعادة يكون من الطفولة، فياخذ وقت أكثر علشان الإنسان يتأقلم مع الحياة بدون غضب. في نوعية اللي نسميه سريع الغضب، إيش يعني سريع الغضب؟ اللي هو حاجة تشعلله وحاجة تطفي في نفس الجلسة، ممكن في أقل من ساعة حاجة ترفعه وحاجة تنزله، وهذا اللي إحنا الناس اللي نسميهم متقلبين المزاج، سريعين تقلب المزاج، المودي اللي إحنا نسميهم. وهذول عادة قد ما هم طيبين، لكن كمان ممكن يكونوا متعبين للناس اللي حواليهم، لأنه الشخص اللي أمامه مش فاهم إيش اللي كده وإيش اللي كده. الغضب الزوراني أو الاضطهاد، يعني إيش؟ يعني الغضب القائم دائما على الأفكار السلبية. إحنا قلنا من أنواع الغضب، في الغضب اللي يكون قائم على مشاعر، وفي غضب قائم على أفكار. فهذا الغضب، نوعية الغضب ده، اللي هو دائما يتبع فكرة سلبية، هذول الاثنين ما يحبون، هذا الشخص بيتآمر عليه، هم عملوا الحركة هذه بالذات علشان يعصبني ويقهرني. ما عنده أي أدلة على هذا الموضوع، واللي حواليه دائما يقولوا له ترى على فكرة والله الناس هذول مو قصدهم، حصل المسألة بطريقة أو بأخرى، بس ما يقتنع لأنه عنده الشخصية الاضطهادية أو الزورانية نسميها أو البارانويد. في الغضب البناء اللي هو الكونستراكتيف انجر، يعني ايش كونستراكتيف انجر؟ يعني الغضب اللي يخلي الانسان يشتغل افضل، هذا ايجابي لكن في شويه سلبي. كيف؟ ايجابي بانه الانسان لما يصير غضبان، نوعيه هذه اللي عندهم غضب كونستراكتيف او بناء، عاده ايش يعملوا؟ لما يكون زعلان او غضبان ينضم الى مجموعه، يدخل في جمعيات، يبدا يقوم الأعمال الخيرية، وهذا كله كويس لأنه هذا يعتبر تسامي من نوعيات الديفنس ميكانيزم أو الدفاع النفسي الإيجابي، لأنه الشخص بيعمل شيء بوزيتيف. لكن في الحقيقة في مشكلة ثانية، إنه هو بينكر مشاعر سلبية جواته، يشتغل من برا لكن من الداخل قد يكون شاعر بالانصهار لكنه ما بيتعرف عليه. في الغضب المؤدي إلى الأحكام على الناس بصفات سلبية، في ناس تلاقيهم هو جالس
اللي يخليه يغضب انه هو طول ما هو جالس قاعد يحكم على الاخرين، هذا بيسوي كذا عشان كذا، هذا بيعمل كذا علشان كذا. واعتقد الفتره هذه واحده من الاسباب اللي مسببت لنا الغضب، انه احنا قاعدين نحكم على الناس اللي حوالينا. في كان منشور نازل قبل فتره، اول ما فك الحظر شويه، كان مره عاجبني، انه احنا لازم نحترم اراء الجميع في الفتره الحاليه. اللي بده الحظر اتس اوكي، اللي يبغى يقعد اكثر اتس اوكي، اللي يبغى يخرج اتس اوكي، اللي فاهم المرض بشكل معين اتس اوكي، اللي فاهم ان اكون نتقبل الاخرين. عدم تقبلنا للاخرين بيخلي الغضب يرتفع. فكل واحد عنده وجهه نظر معينه بيسويها، هو ما بيسويها عشان يضايقك، هو ما بيسويها عشان يعصبك، هو عنده فكره معينه احنا محتاجين ان نحترمها. مجرد قول اه هذا بيسوي ده غبي، هذا غير محترم، هذا ما هو فاهم، هذا غير متدين. الليبلينج ذا بيبل او اللي هي اعطاء الاحكام والمسميات على الاخرين واحده من الاشياء اللي تسبب ان الغضب يزداد ويكتر. في الغضب المسيطر على جميع نواحي الحياه، بمعنى اني انا اغضب من هنا، هذا ياثر على شغلي، ياثر على بيتي، ياثر على حياتي الاجتماعيه، على صداقاتي. فتلاقي اني المحيط اللي حولي كله دمرته بسبب الغضب، فهذا كمان يعتبر من أنواع الغضب. في غضب متعمد، هذا فاني شوية الغضب المتعمد، يعني هو الشخص أصلاً مش غضبان، لكن عنده اعتقاد، والاعتقاد هذا خاطئ، إنه اللي أمامي ما حيسمع كلامي إلا لما أعصب عليه. وهذا نلاقيه مثلاً في الناس اللي ياخذوا إدارات جداد، أو اللي مثلاً يكون أبهات جداد في حياتهم، لسه أول أطفال عندهم، يعتقد إنه الطفل هذا ما حيسمع كلامه إلا لما يعصب عليه. فلما يجي الشخص أمامه، سواء طفل سواء المرؤوس أو إيش يعمل؟ يصرخ فيه، يزعق عليه، على باله إنه أنا لما أزعق الشخص اللي أمامي حيسمعني وحيرد علي أكتر. وهو قاعد يزعق، هو الآن ما هو معصب، هو بيمثل علشان الشخص اللي أمامه يسمع كلامه، على الوقت هو ياخذ في الدور، يدخل في القضية ويصير هو أصلا عصبي وغضبان وما إلى ذلك. فهذا اللي نسميه الغضب المتعمد. آخر أنواع الغضب، يعني هذه نوعيات، قد يكون في أكثر قد يكون أقل، لكن هذه النوعيات المتعارف عليها، اللي هو الغضب الانتقامي. الغضب الانتقامي أو الريفنج، هذا اللي كلنا إحنا عندنا، ما في أحد يقدر ينكر إنه عنده غضب انتقامي. بمعنى إيش؟ أنت لو بتعصب علي الآن، أنا مهما كنت هادية وحاولت إني أنا أمتص غضبك مرة مرتين 3 مرات، شوي حتلاقيني انت سحبتني لهذا الغضب وحرد عليك بغضب. كل ما الانسان طبعا نضج اكثر، كل ما الانسان اتعلم من خبراته اكثر، كل ما بدا يهدى، يصير ما يسحب الشخص الغضبان اليه، بالعكس هو يسحب الشخص الغضب تجاهه، هو يخليه مور اهدى، بالصوت الواطي، بالردود السليمه. طبعا من الاشياء جدا سيئه انك انت تقول لواحد معصب هدي اعصابك، يعني الكلمة العنوان اللي حاطينه احنا هدي اعصابك، هذه من العناوين المزعجه جدا، لانه حتى لو هو مو معصب حيعصب، هدي اعصابك، ليش انا مجنون؟ انت شايفني كيف؟ فهذه من الاشياء، لو عرفنا نمتص اللي امامنا بصوت الواطي، بتفهم الشخص الاخر، ممكن المساله تخف الغضب. ماشي؟ ايش هي عواقب الغضب؟ احنا فهمنا الان انواعه، عرفنا الديفينيشن وعرفنا تعريفه، عرفنا اشياء كثيره. ما عواقب الغضب؟ يعني انا ليش ابغى اعالج؟ لازم اعرف انه في مشاكل عشان اقدر اعالجه. في مشاكل على جميع الجهات، في مشاكل صحيه، في مشاكل نفسيه، في مشاكل اجتماعيه. المشاكل الصحيه، الاسترس احنا عارفين اللي يسبب الغضب قد يؤدي الى ارتفاع في نبضات القلب، نشفان في الريق، سرعة التنفس، ارتفاع السكر وما إلى ذلك. بس لازم ننتبه لشيء جدا مهم، إنه هذه الأشياء كلها ما تيجي من فراغ، يعني مو بس العصبية أو الغضب هو اللي يؤدي إلى الأمراض الصحية. إذا الإنسان غير قابل لأنه يكون عنده مرض صحي زي السكري، زي الضغط، زي الجلطات، مش العصبية هي بحد ذاتها اللي تسويها، لأن كثير ناس تعتقد آه أنا دخلت في مشكلة ومن بعدها جاني السكري، يعني لو ما جاني الشخص هذا حيجي له السكري، حيجي له السكري، لكن المشكلة هذه بس قربتها شوي أو قدمتها شوي. والإنسان لما يكون عنده مثلا مرض زي السكري، زي الضغط، زي لما يزيد عليه الضغوط
حيتعب زيادة. فهذه هي مشكلة المشاكل الصحية التي تؤديها أو يؤديها الغضب. من ناحية ثانية مشاكل نفسية، طبعا إذا استمر الغضب فترات طويلة، لو الإنسان زي ما قلنا صار غضبه مزمن، حنلاقي إنه يصاب بالقلق، بالاكتئاب، الاعتلال النفسي عموما، عدم الراحة. يبدأها بالأول بتلاقي إنه نومه لخبط، شهيته لخبطت، عدم شعوره حتى بالرضا الذاتي. يعني واحدة من مشاكل الغضب إنه الإنسان لما يرجع للورا ويشوف أنا سويت كده، يا ريتني ما سويت، شكلي ما كان حلو، أنا فقدت شيء من نفسي في مرحلة الغضب. هذا بحد ذاته يؤثر على ثقة الإنسان بنفسه، فيصير حاسس بعدم الرضا الذاتي، القلق والاكتئاب. ومن الأشياء اللي دائما أنا تجيني في العيادة، ما يجوني الناس عشان غضب بحد ذاته، يجوني كثير علشان حالات اللي هي الأمراض النفس جسمانية. يعني إيش أمراض نفس جسمانية؟ يعني الإنسان لما يصير دائما تعبان غضب، تظهر هذه الأشياء بأمراض عضوية، فيجيني يا إما بقولون عصبي، يا أزمة أو اللي هو ربو ما يتعالج، الإكزيما، الأمراض الحساسية، صداع نصفي باستمرار، أمراض كثيرة ما هي أساسها عضوي، الأساس نفسي، فنسميها إحنا أمراض نفس جسمانية. فالإنسان يتخيل إنه عنده مرض عضوي، يروح من دكتور لدكتور لدكتور، لما يتعمل له فحوصات ما عنده شيء. خصوصا الناس اللي هم عندهم الغضب الداخلي او الغضب اللي ما يظهر بشكل فعلي او لفظي، هذول دائما تلاقيهم مصابين بامراض نفس جسم. العاقب الثالث او المشاكل الثالثه للغضب اللي هو المشاكل الاجتماعيه، دفنتلي طبعا. الواحد بيغضب فحيفقد ناس كثيرين في حياته، ناس بيحبهم، ناس بيعزهم، لأنه الإنسان ممكن يتحمل مرة مرتين ثلاثة مع الوقت. ففقدان الناس الأعزاء، مشاكل اجتماعية، مشاكل في الشغل، اضطراب في العلاقات. أحيانا يصل الغضب لمشكلة اللي هي إنه مشاكل قضائية، لما يصير فيها لفظي وفيها فعلي وفيها ضرب، قد تصل المسألة إلى مشاكل قضائية. كيف الآن علاج الغضب؟ وصلنا للنقطة المهمة اللي هي كيف نعالج الغضب. أحلى شيء في علاج الغضب تعريف علاج الغضب. دائما لما نيجي ندور في أي مكان عن علاج الغضب نسميه إيش؟ anger management، إدارة الغضب. كأنه بيقولوا لنا إيش؟ ترى الغضب مو لازم يروح، أنا ما بعالج، I don't want to give a treatment لحاجة، ما بدي أعطي علاج لشيء هو طبيعي موجود عندنا في الحياة. إحنا نبغى نعالج أو ندير الغضب هذا، نخلي الغضب هذا فعال، نخليه معقول متقبل، نوع من أنواع المشاعر اللي إحنا بنمر عليها. فهذه فكرة إدارة الغضب. إيش الهدف منها؟ الهدف منها أهم شيء إني أنا أفهم إني أنا عندي الغضب، أعرف نوعه، أعرف إيش المثيرات اللي تخليني أنا أغضب، وبعد ما أعرف هذه الأشياء كلها وأفهمها وأتقبلها، أبدأ أعمل الخطوات اللي تخفف من حدتها، ويصير الهدف الرئيسي اللي أنا بطالع فيه الأمام، أنا بحسن علاقتي مع الآخر. فهذه لو بحد ذاتها كانت فكرة حتكون ممتازة بالنسبة لنا جدا، إنه الهدف من إدارة القلق مش التخلص من القلق، لا، معرفته، أحسنه، أعرف المثير، وفي المقابل الهدف الأحسن والأعلى والأرقى والأسمى إني أنا أحسن علاقتي بالآخرين وما يكون الغضب عامل مؤذي في حياتي. فإذا خلينا أول خطوة اللي هي معرفة إنه إحنا عندنا غضب وكيف نبغى نغيره. واحدة من المشاكل اللي دائما يمر فيها أي معالج أو أي أحد بيحاول يساعد أحد على إنه يتخلص من الغضب أو يتخلص من أي مشكلة يعني في حياته، إنه إحنا نعطي لهم دائما اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، اي موقع اعمل كده وخذ النفس العميق وحط موسيقى هاديه وامشي وتحرك وابعد عن المؤثرات. مش هنا النقطه، اهم حاجه اني انا اولا اعترف ان انا عندي المشكله. انا لو اعطيها الانسان ورقه اقول له يلا هذه هي اداره الغضب، يلا تفضل حل سوي نفذ، ما حيسوي، ما حيعمل اللي اقول عليه، لانه اولا هو مو مقتنع. ثاني حاجه مهمه جدا اللي هي الموتيفيشن، الرغبة إني أنا أغير.
ممكن إنسان يكون عارف إنه عنده غضب وعنده هذه المشكلة زي أي مشكلة تانية، بس ما يبغى يغيرها. هو شايف نفسه كده كول، هو شايف نفسه كده والله ماسك بزمام الأمور، زي ما بقول لكم زي المدير اللي شايف نفسه إنه هو بالغضب هذا قادر يحكم الموظفين حقه، فليش يبغى يتغير؟ فمن أهم الخطوات لإدارة الغضب إني أنا أشوف هذا الشخص اللي أمامي ده فعلا بده يتغير، وكيف أشوف هذه النقطة جدا مهمة. أنا دائما أرسمها للي بيجيني كأنه شخص بيهرب من النار بيتجه إلى الكنز. إيش هي هذه النار؟ هي المشاكل اللي هو أصيب بيها بسبب الغضب. آه والله أنا فقدت زوجتي بسبب الغضب، أنا خسرت شغلي، أو مثلا ما ترقيت عشان الغضب، فأنا بهرب من هذه الأشياء كلها. أنا صرت مثلا بستخدم مهدئات من ساعة ما أنا استخدم، يعني صرت غضب بهذا الشكل. هذه الأشياء كلها أنا بهرب منها، هذه هي النار. لكن وجود نار والهروب منها ليس سبب كافي لأني أنا أتخلص من أي مشكلة أنا عندي. لازم يكون في كنز أنا أطلع عليه وأجري عليه علشان أوصل له، اللي هو هدف. لما يكون عندي هدف أنا ممكن أغير أشياء كثيرة في حياتي. فمثلا خلينا ناخذ شخص معين، والله هدفه إنه يتزوج واحدة معينة، هدفه إنه يوصل لترقية معينة في الشغل، هدفه إنه ينجح في امتحان معين. في كنز معين هو بيهرب من أشياء، لكن في المقابل في أشياء هو متجه إليها. لما ألاقي الشخص واصل لهذه المرحلة أعرف إنه هذا الشخص متقبل إنه هو يتغير. هذا الجزء الثالث، أنا كإنسان أبغى أساعد شخص عنده مشكلة الغضب لازم أكون فاهمة شخصيته، لازم أكون عارفة جميع نواحي حياته، يعرف المؤثرات اللي بتخليه يغضب، وبأعرف حياته العامة كيف وهو ردود في أفعاله كيف. يعني ما أقدر أقول لأحد والله مثلا اسمع موسيقى هادئة وهو الشخص أصلا رافض الموسيقى، فور إكزامبل أقول له والله لما تكون تعبان أو متضايق اعمل يوغا، طب هو أساسا ما بيعمل يوغا. I need to know the lifestyle حقه، بعرف نظامه الحياتي كاملا علشان أقدر أنا أعمل له بروجرام على هذا الأساس. ففي خطوات بعد كده جدا سهلة، اللي هي زي ما قلنا من الإطار اللي إحنا بنتكلم فيه، ألا وهو الهدوء، محاولة الهدوء، محاولة إنه لما الإنسان يصير معصب إنه ياخذ نفس عميق، إنه يعد 50، يعد 10 قبل ما يتكلم، إنه يبتعد عن المكان اللي هو فيه غضب. وفي كمان اللي في الأحاديث اللي جدا مهمة في الحديث النبوي، إنه الإنسان لما يغضب يغير مكان، إذا نايم يقوم، إذا جالس يوقف، إذا واقف يمشي، هذه الأشياء كلها تغير. لكن أرجع أقول أنا ما أقدر أقول إنسان غاضب في نفس اللحظة أقول لك أوكي خذ نفس، أو يلا ستوب الآن واعمل تمارين استرخاء، هذا مش الحال، هذا نظام حياتي كامل. يعني أنا أحتاج إني أنا أعلم الاسترخاء في الأوقات العادية. دائما أنا أسمي تمارين الاسترخاء لازم نتعلمها في وقت الرخاء عشان نقدر نستفيد منها في وقت الشدة. يعني لازم الشخص يكون متمرن على تمارين الاسترخاء في وقت الهدوء، ما عنده مشكلة، ما عنده أي شيء يضايقه، يدخل غرفته يعمل تمارين استرخاء، يعمل رياضة، يسمع موسيقى، ياخذ دوش بارد، يتمشى، يعمل أي نوع من أنواع الهوايات، يكتب، يغني بصوت عالي، ينطنط، يعمل whatever he wants. بس هذا يكون نظام حياتي. فيصير لما يحصل موقف مزعج بالنسبة له أو يضايقه يقدر يستفيد من هذه الأشياء. حلو؟ في أشياء كمان اللي هي اللي أنا دائما بطلبها من الأشخاص، خصوصا اللي عندهم غضب لفظي، هذول من الناس اللي يحتاجوا برضو أفعال فيها حركة أكتر، يعني ما حينفع معهم كثير الاسترخاء. أنا بطلب منهم اللي هي البوكسينج بونش، اللي إحنا ممكن نلعب نتمرن فيها بوكسينج، لأنه هذه بتطلع الطاقة، فبدل ما يضرب إيده في الحيط، بدل ما يكسر شيء، الأفضل إنه يستخدم أشياء مفيدة. دائما إحنا بندور على أشياء ما تؤذي، يطلع الغضب. لازم هذه طاقة، الغضب طاقة، فإحنا نحاول إن الطاقة هذه تكون طاقة إيجابية. واحدة من الأشياء اللي برضه ينصح فيها الشغلي أزايز المية، بعد الناس ما تشرب، أو البيبسي بعد ما الواحد يخلص منها يحطها جنبه
خليها فاضية بدون الفتاح عشان ما تعوره. أول ما يحس إنه غضبان ياخذ إزازتين ويسوي كده. هذا إذا هو ما عنده حتى اللي هي كرة الغضب اللي إحنا نسميها الكرة المطاطية. فعدة أشياء هذه كلها أنا بالنسبة لي مو مهمة قد ما إحنا نعرف المشكلة وأسبابها والمؤثرات. بعد كده يجي الدور اللي هو دور اللي حوالينا. هل الأشخاص اللي حوالينا ليهم دور ولا لا في الغضب؟ ما حلوهم، ما حلوهم، ما حطيهم اللوم، لكن لازم هم بما أنهم متعايشين معانا إنه يتعلموا بعض الستبس اللي تخليهم ما يزودوا على الشخص اللي عنده غضب إنه يزيد. زي ما قلنا مثلا كلمة هدي أعصابك هذه اللي تستفز اللي ما يستفز. بلاش نقول. بلاش اللي هو الردود في نفس الوقت. يعني الشخص مثلا اللي هي الحالة اللي هي الاضطهادية لما يقول والله هذول بيتكلموا عني واو، مجرد انك انت تقول له انت غلط ولا مو صحيح وكل كلامك غلط واو، هذا حيزود العصبية زيادة. فاحنا لازم نتعلم خطوات كيف نتعامل مع هؤلاء الاشخاص علشان يخف الهدوء. الابتعاد عن الامور اللي احنا تستفزنا. هتقولوا لي مثلا كيف نبتعد عن ازدحام الطريق؟ في اشياء ما نقدر نبعد عنها، يعني في اشياء موجودة في حياتنا مسببة للغضب موجودة على طول، لكن احنا نحاول نقلل. يعني مو لازم في وقت الذروة، بس على الأقل نحاول بما أنه احنا ما بنتحمل، خلينا نحاول نبعد عن الشيء اللي احنا بيتعبنا قدر المستطاع. هذا بالنسبة للكلام اليوم عن الغضب. أتمنى أني أنا وصلت لكم الفكرة، وأنا متقبلة أي أسئلة أنتم تسألوها الآن. منتظرة أي أسئلة. راحت الأسئلة الأولانية على فكرة، اللي بده يسأل يسأل الآن. في أي أسئلة؟ في أسئلة شخصية على موضوع متابعة معايا أو مراجعات عن طريق الجمعية؟ Do you think severe anger issue people are born with it or it's like that with it? في سؤال انه هل الغضب احنا نتولد به او انه يكون من اسباب الحياة؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. الغضب زي ما قلنا نوعين، في الانسان اللي فعلا يتولد وهو عنده نسميه تمبر، يعني هو حتى تلاقيه وهو صغير سريع الاستثارة، سريع الغضب، هذا يكون شيء في جيناته في تكوينه هذا الجزء. وفي الثاني لا، ممكن يكون مولود وهادي وطبيعي، لكن بكثرة الاسترسز اللي في الحياة بسبب الضغوط اللي في الحياة تسببه. وفي الحالتين ليها علاج، يعني ما في حاجة مستحيل إنها تروح. وزي ما قلنا إحنا دائما بنشتغل على إدارة الغضب وليس علاج الغضب، يعني ما حخليه يروح تماما، لكن على الأقل يستطيع إنه يستمتع بالحياة اللي هو عايش فيها، لأنه حقيقة الإنسان في بيسألوا كيف أقدر أتخلص من الغضب بالطريقة اللي إحنا قلناها. أنت يعني بما أنك قلت إنه أنا عندي غضب، هذه أول خطوة من الخطوات. يهمني إنك أنت تعرفي أي نوع من أنواع الغضب اللي موجود عندك. وزي ما بقول لكم إنه أسوأ أنواع الغضب واللي فعلا ممكن يتعبنا الغضب اللي هو متجه للذات، أو الغضب اللي بيحاول دائما إنه يتسامى أو ينساه أو كأنه هو موجود وهو في الحقيقة موجود وتاعب الشخص. هل في أدوية تساعدنا كأمهات أن نهدأ؟ إحنا نتمنى إنه ما نوصل للأدوية. يعني عادة الغضب بحد ذاته إحنا ما نبتي له دواء، إحنا نبتي أدوية
اللي يسبب الغضب. يعني لما نوصل لمرحلة اكتئاب، لما نوصل لمرحلة اندفاعية، يصير في عصبية بزيادة وردود فعل شديدة، ندي أدوية ممكن تهدي. لكن عادة في الأنجر مانجمنت بنحاول قدر المستطاع بالجلسات، وصدقوني جدا جدا مفيد، وبنهدى بنهدى. لكن أحيانا فعلا تكون ظروف الحياة متراكمة، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، الإنسان يحاول شوي وتلاقيه يضعف، ومش غلط مش غلط. فساعات الإنسان يحتاج إنه يراجع متخصص، والمتخصص هو اللي يحدد هل الغضب ممكن نمشيه بس بالدواء، بس بالجلسات النفسية، أو كمان يحتاج أدوية. وعادة ما يكون العلاج لفترات طويلة، يعني فترة معينة لغاية ما تخلص الأزمة. طيب، في حركات للجسم أو للوجه بعض المراهقين، هل هي سبب التوتر؟ مع العلم أن الشخصية عصبية، ما هو العلاج؟ طبعا حركات الجسم والوجه يعني موضوع جدا كبير، قد يكون بس مجرد انه توتر، قد يكون انه حركة بدأ يسويها الشخص واستمرت عليه، وقد تكون مشاكل عصبية ما نبغى يعني كمان نهملها، محتاجين انه نعرف. المراهقين من الناس اللي عصبيتهم قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، وممكن تظهر مو بس بحركات الأظافر، لخبطة النوم، ردود الفعل السيئة. فمحتاجين إنه إحنا نتعامل معاهم بهدوء. وعادة المراهقين ترى زي الإسفنج، زي الإسفنجة، بياخدوا من الكبار. يبدأوا في الأول بعناد شديد، يعني أنت تقولي الشيء أو هو يقول الشيء، هو يسوي عكسه. لكن حقيقة محتاجين صبر، لأنه بس يكبروا شوية وتعدي مرحلة المراهقة بيعملوا بالحذافير اللي أهلهم بيسووه، خصوصا لو هم علاقتهم بأهلهم كويسة وشايفين أهلهم قدوة. فتلاقي الأهل حتى لو المراهق كان عصبي فترة، بس تخلص مرحلة المراهقة هتلاقي الولد رجع هادي مرة ثانية. كيف أخبر ما يحبني لدي مشاكل دون أن أضحك على ذلك حتى أتمكن من التفسير؟ يعني ما فهمت كثير السؤال، بس إنه الناس اللي هو بيستخدم الغضب كطريقة لردة الفعل بدل ما يعصب يضحك. طبعا احنا عموما هذه احنا نسميها من انواع الماتيور ديفنس ميكانيزم، او اللي هي حركات او ردود الفعل النفسيه الناضجه، انه الانسان يضحك على همومه. بس كمان الضحك كثير ممكن ينقلب، كل حاجه لما تزيد تنقلب. حلو الانسان انه ياخذ المشكله بضحكه، ياخذها بابتسامه، بحيث انه يخفف ويهون على نفسه. لكن اذا ما ادى لنفسه الاحقيه انه يعصب، على فكرة أحيانا أنا بقول للناس في العيادة حقتي صرخوا، ارموا حاجة، ما عندي مشكلة، لأنه أنتم محتاجين جزء من التنفيس. ويمكن أسعد لحظة المعالجين النفسيين إذا كانوا بيسمعوني، أحلى لحظة المعالج يحس بسعادة لما يكون العميل عنده نفس عن كل غضبه، يا بكى يا بصريخ يا بتعليق معين، لأنه أنا أعرف هنا إنه هو طلع حاجة ما يقدر يطلعها في بيته وطلعها عندي. فموضوع التنفيس جدا مهم. السيطرة أفضل من العلاج فعلا. أشكرك إنك أنت معايا. في أحد بيقول المفروض هذا الكورس يأخذ عليه مقابل مادي، شكرا على اهتمامكم. المهم إنكم أنتم استفدتوا، وشكرا على التفاعل الجميل معايا. وأتمنى إني أنا أكون وصلت لكم الصورة. أي نعم، مو كل الأشياء وصلت لكم إياها، بس الأساسيات. وأتمنى إنكم استفدتم، وأراكم إن شاء الله في موضوع ثاني قريبا بإذن الله. مع السلامة.